انا اني في سان خوس يعني في اسبانيا هذا والحق يا اخو. وش نقول لك انا لحقت وخلاص هدي يا اخو. دوك نعيط لي ما دوك نعيط لي ما نضل معاه ودي انتقال لاعب كرة قدم جزائري إلى أوروبا عنوان يراها الجميع عاديا لاعتقادهم أن الأمر يتعلق بصفقة ميركاتو، لكن أن ينتقل اللاعب مهاجرا بصورة غير شرعية على متن قارب نحو الضفة الأخرى هو قصة صادمة. بطلها هذه المرة لاعب واعد في اتحاد الحراش اسمه رمزي بوسيالة. كيفاش تلقيت الخبر؟ أنا يا ما كنت على بالي، قال لي أنا رايح الوهران نروح مع أصحابي يامات، بعد وجد حوايجه وراح. بعد طب يومين هكا لو البارح بديت نسمح في الخبر هكا، عيط لي قال لي يما راني في إسبانيا. قلت له كيف هذا راك في إسبانيا؟ قال لي خلاص يما وما تقلقيش روحك وراني روحت وسمحي لي وانا راني بلا بريسيون. هو صح كان بلا بريسيون. رمزي ابن مدينة الحراش وعاشق لناديها بألوانه الصفراء والسوداء، لكنه وجد أبوابه مغلقة أمامه ولم يعطه مسؤولوه فرصة لتفجير موهبته التي كانت محط أنظار نواد أخرى عرضت التعاقد معه، لكنه أصر على اللعب في صف الصفراء معشوقة القلب، غير أن القلب انعصر وتألم بعد فقدان الأمل واستحالة تحقيق الحلم. الطفل هذا تربى مولا 10 سنين، ديزون تربى مولا 10 سنين، إيكول ديت إني كنت نديها أنا إيكول، نديها إيكول ومن بعد اسمه مينيم كادي كنت نديها أنا، نديها للصطاد نديها ونجيبو. أنت واش طفل 10 سنين يسيبورتي الحراش يروح حتى العنابة وحده في الكار، يروح واحد سيبورتور ومونتون جوار ومن بعد يروح يلعب يموت على الحرش. كي تقول لي شوف من حرش ومن هذاك عيطوا له مولودي، عيطوا له السيربي راح الميلاح، عيطوا له هناك سينيو واسمه كاديميري ما حبش يروح، قال لهم قال الحرش ما نبدلهاش. ديجا نعطيك حاجه واحده بك، خطره كان رحنا للبيرو عند بوسليماني تما مع البالي تزعف معاه خويا رمزي بدا يقولوا اعطي لي دراهمي خليني نروح نحرك، هذه قالها له وكاين الناس شهود سمعوه تما، قالوا اعطي لي دراهمي خليني نروح نحرك، قالوا ما نلعبش في الحراش صاي بيسك علاش إيكارتيوه بزاف. المواهب ينبغي دفعها للبروز والتطور عبر الاحتضان والتكوين وليس بالتجاهل والتهميش الذي يؤدي إلى تضييعها أو حتى إلى اتخاذ هذه الطاقات الشبابية لقرارات خطيرة كحالة اللاعب رمزي بوسيالة، ليكون العنوان مرا مواهب ضائعة وأكباد عائلة محروقة. ما نسمح لهمش حتى نموت انا كي غمضوني هذاك نقول ما نسمح لهمش عباد زوج هذو، وهذوكم اللي شرطوه وهذوكم اللي سبتهم اللي راح هو حرق تاعو راح مات. انا وليدي لو كان مات ما نطلقهمش انايا يعني.